اعرف اكتر عن هذا الموضوع، لان الحقيقه انا مش شرط يعني انا مش بتكلم على القصه، بس هو التساؤل اللي ممكن يطرح دلوقتي، هو احنا لسه ممكن ان احنا نفكر في ده؟ سحر موجود مش موجود؟ روشتة علاجية زي ما احنا بنقول؟ خلونا نعرف الحقيقة، يعني نجاوب على الأسئلة دي. من معانا على الهاتف الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معانا يا شيخ أحمد. يا أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هو في روشتة للعلاج من السحر؟ هو السحر علم غيب، تمام، لا يعلمه إلا الله. مفيش إنسان في الوجود عنده القدرة ولا عنده المعلومة ولا عنده العلم اللي بيه يقدر يقول فلان مسحور ولا فلان مش مسحور. السحر والحسد موجودين في القرآن، موجودين في القرآن صحيح، بنؤمن بيهم، بنؤمن بيهم، ولكننا نرفض الدجل والخرافة بهما. ايه الفرق ما بين الاثنين يا شيخ احمد علشان الناس تفسر معايا؟ كما بين الارض والسماء. كويس. كما بين الارض والسماء، السحر هو علم به يستطيع الساحر أن يؤثر في المسحور من على بعد، وكذلك الحسد والعين. ما توصلش الموضوع به لدرجة المرض ولدرجة الموت، ده كلام فارغ. كبير السحر والحسد إنه هو يخلي الإنسان مش متوازن شوية ولكن يعود مرة أخرى. كحالة نفسية يعني، حاجة زي كده، زي ضغوط كده، حالة نفسية، ممكن يعمل مشاكل في بيته، يبقى عصبي، يبقى متضايق. لكن مسألة ان السحر بيمرض والسحر بيقتل والسحر بيشل، كلام فاضي. هذا كلام فارغ. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الروايات اللي بتقول، وهذا امر مختلف فيه، سحر النبي مختلف فيه. الروايات اللي بتقول ان رسول الله قد سحر، كان يهيئ له بعض الاشياء ولا يفعلها، ومع ذلك سيدنا النبي ما كانش عنده القدرة انه يعرف. إنما اللي قاله سيدنا جبريل، فكيف لجاهل في القرن 21 عايز يعمل ترند يطلع يقول هذا الكلام؟ هتسمعني يا شيخ أحمد برضه عشان أنا هسأل أسئلة الناس اللي في الشارع، معلش واعذرني، إيه الفرق ما بين العمل والسحر؟ يعني هما الاثنين واحد بمعنى واحد. غالبا غالبا الاثنين بمعنى واحد، إنما أنا عايز أقول لك على حاجة صغيرة جدا عشان بس الموضوع يتضح للجميع. ستاتنا في المطبخ، وحضرتك لما بتخش المطبخ بتمسح الرخامة رغم انها نظيفة وبتلمع. ليه؟ احتمال يكون فيها فيروسات. صحيح. انت شايفة الفيروسات؟ لا مش شايفاها، لكن بتمسحيها بالمطهرات. ليه؟ احتمال يكون فيها اذى. بطهرها. نفس القصة، نفس القصة. الله سبحانه وتعالى حينما انزل قل والله واحد والمعوذتين، لو في احتمال ان عندك سحر او عندك حسد بيروح لوحده، انما ما نقدرش نعرف ان دي حسد ولا سحر. يعني كده نقرا يعني قراءة القرآن او ما تيسر منه، وخصوصا قل هو الله احد والمعوذتين وآية الكرسي، اعتقد يا فضيلتك يعني ما كنتش بفتي، هما دول ممكن يخلوا الانسان يتطهر كمان صحيح ويحمي نفسه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن آية الكرسي وقال من قرأها في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي، شيء أي شيء بقى، ومن قرأها في المساء لا يضره شيء حتى يصبح. وهذا هو كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، نصدقه ولا نصدق الدجالين دول؟ أنا يعني لا، هنصدق كلام سيدنا النبي طبعا. الدجل سيدنا النبي حذرنا منه، العقل الخرافي مصيبة سودة، أمن قومي. ده حقيقة يا فندم. وعشان كده كتبت مقالي أنقذوا العقل المصري من الدجل. صحيح. وأناشد السادة أصدقائي في مجلس النواب، وإحنا داخلين على فترة تشريعية جديدة، يسنوا قانون لمواجهة الدجل، لأن إحنا ما عندناش قانون لحد دلوقتي. إحنا كمان بنضم صوتنا لصوتك الحقيقة فضلتك شيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف. إحنا فعلا محتاجين لوقفة حقيقية، لفعلا ان احنا لازم يبقى فيه انقاذ للعقل البشري من الخرافات وعدم، لان الحقيقة ده مش بيقتصر على فئة معينة، يعني احنا بنشوف فئات عالية جدا وطبقات من المجتمع عالية جدا وبتصدق. فمهم ان احنا يبقى عندنا قانون او حاجة فعلا، او زي ما بنقول ننشط اخلاقية. خلوني بقى